هنا كده، عايزين مشروميتين صغيرين ويتحمروا، نقطة حتة زبدة واحد صاحبي بيقول لي في ودني دلوقتي، بيقول لي طب اشمعنى احنا اما بندخل المطبخ بنلقى الدنيا كلها على بعضها ومتكركبه، انت هنا مستخدم الطاسه وطبق، التاني تحس ان كان في حرب عالميه جوه، يعني تحس ان الالمان ورومل وهتلر كانوا معديين من عندنا. ما هم عدوا من عندنا. ايوه هم عدوا فعلا. لا بص، اللي انا اتعلمته بجد في موضوع الطبخ ده، ان هي ما قل ودل. ايه اجمل من حته بطيخ وحته جبنه يا عيني، ايه اجمل من فلافلايه ولقمه نص تلدينه من اسكندريه وعليها حته طماطم وحته بصل.